نحن الآن في بداية الجزء الثاني. هذه مناطق الأغوار، مناطق البحر الميت، منطقة أريحة، حيث تشاهدون الكثبان الرملية.
الآن نقترب من مطار الملكة علياء في عمان، وهذه أراضي وبنايات ومن قرى ومناطق الأردن. طبعا كل هذا غرب عمان. السحب تغطي سهول وجبال منطقة عمان بهذا، لم تظهر الصورة واضحة، بدأت توضح قليلا حيث ينخفض ارتفاع الطائرة. رحلة ممتعة، وأتمنى من كل واحد بيصح له يطلع على الأردن عن طريق المطار إنه يطلع في هذه الطائرات المريحة الصغيرة، ولكنها مريحة ورحلة لا تتعدى 20 دقيقة من مطار ابن غوريون في تل أبيب إلى مطار عمان الملكة علياء. الآن بدأت الكرة القريبة من المطار بالوضوح، الآن يمكن